السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثانية من الجرامر اكسرسايز، وبنتكلم على اكسرسايز نمبر 4، سوري اكسرسايز نمبر 5، وبنتكلم على الفرق بين بعض الأفعال اللي بتيجي مع جيرند وبعض الأفعال الثانية اللي بتيجي مع انفنت. طيب، الأفعال بتتقسم لجزئين، إن في بعض الأفعال بيجي وراها جيرند وبعض الأفعال بيجي وراها الانفينيتيف. والانفينيتيف نوعين، انفينيتيف از تو، تو بلس انفينيتيف، او انفينيتيف اللي هو بيور انفينيتيف، انفينيتيف من غير تو. في الجزء ده من التمارين اللي موجوده عندكم في صفحه 106 107 بيتكلم على الفرق بين التعبيرين مع اعتماد فرق هاو تو. اي نو هاو تو دو سمثينج، هاو تو طبعا بيجي وراها الفعل المصدر، وهنشوف بعض الافعال الاخرى اللي بيجي وراها اي ان جي. اول فعل هو ادميت، وادميت معناه انه يعترف. زي المثال ده، she admitted stealing the money. She admitted stealing the money. Avoid يتجنب برضو من الأفعال اللي بيجي وراها gerund، فتقول you should avoid walking home after 2 a.m. Carry on. Carry on يعني يستمر في فعل شيء. زي I will carry on living in Ireland until 2013. يعني هفضل عايش في أيرلندا لغاية 2013. وكلمة تعبير carry on دي، ده تعبير مشهور خالص، ظهر في الحرب العالمية لما ألمانيا كانت على وشك الدخول، قبل ما ألمانيا تهزم كانت على وشك الدخول لإنجلترا، وطلع المثل المشهور إن الناس بقت عايشة في حالة رعب إن النازيين هيخشوا إنجلترا وهيجتاحوا إنجلترا، فالناس نفسيتها بقت صعبة، فبقوا الناس يكتبوا ورق يوزعوه على بعض في الشارع، يرموه في الشارع بحيث ان اي حد يقراه. وكان المثل الانجليزي المشهور انه خلاص هو النازيين جايين كده كده والبلد هتتدمر كده كده، فنعيش حياتنا بقى ولغايه ما يحصل اللي يحصل. يعني طبعا المانيا اتهزمت في روسيا وما دخلتش انجلترا على حاجه. وكان المثل بقى هنا المشهور اللي يهمنا اللي هو بتشوفوه يمكن كتير، keep calm and carry on. keep calm and carry on يعني خليك هادي وعيش حياتك او استكمل حياتك زي ما هي. keep calm and carry on. consider. consider هنا بنتكلم على يعتبر شيء. هتقول have you considered living in Italy؟ هل فكرت او اعتبرت التفكير في ان انت تعيش في ايطاليا؟ the weather is nicer. delay يعني يتاخر او يؤجل شيء، فتقول I won't delay studying. I'm going to start tonight. يعني انا مش هاجل المذاكرة بتاعتي، أنا هبدأ أذاكر من النهاردة أو من الليلة دي. risk. risk يعني يخاطر بشيء. we cannot risk going home late because there are no buses. suggest يقترح برضو من الأفعال اللي بيجي وراها going to، فتقول they suggested going to the cinema but we were late. they suggested going to the cinema but we were late. يعني احنا اقترحنا ان احنا نروح السينما لكن احنا كنا متأخرين. tolerate. tolerate يعني يسمح بشيء أو إنه يوافق على شيء، فتقول I cannot tolerate living here. the weather is too hot. أنا مش قادر إن أنا أعيش هنا، الطقس سيء أو حار جدا. advise يعني ينصح، فتقول she advised waiting until tomorrow. وبرضو من الكلمات اللي بيجي وراها gerund anticipate يعني يتوقع، فتقول I anticipate having a good time on vacation. I anticipate having a good time on vacation. القائمة التالية أو اللي بعد كده هي الأفعال اللي بيجي وراها infinitive. وهنا ما ننساش زي ما الجزء الخاص بالإكسرسايز اللي عندنا اللي هو how to، وhow to هنا بنتكلم على إن بيجي وراها دايما infinitive، ففي بعض الأفعال برضو اللي بيجي وراها infinitive زي afford. we cannot afford to hesitate. afford to hesitate معناها إن إحنا ما نقدرش نتردد او ما نقدرش ان احنا نتحمل شيء. وافورد دي بتيجي دايما مع شراء الحاجات. we can't afford buy a new car. we can't afford buy a new car. ما نقدرش نوفر تكلفه شراء سياره جديده. agree يعني يوافق. the professors agreed to disagree. okay. aim انه يستهدف، ما تقول we aim to increase the speed of delivery. بنأمل أو بنستهدف زيادة سرعة توصيل الشيء. appear يظهر. the results appear to support your theory. the results appear to support your theory يعني
النتائج بتبين انها بتساند وجهة نظريتك او النظرية بتاعتك. attempt معناه يحاول. are you going to attempt to pass the exam? attempt يعني يحاول. ask يسأل. historians frequently ask to consult the collection. arrange يرتب. they had arranged to meet at noon. I beg to differ with you. I beg to differ with you. beg هنا يعني بيتوسل لشخص. begin يبدأ. the leaves begin to fall when autumn comes. leaves هنا معناها ان اوراق الشجر بتبدأ في التساقط عندما يأتي الخريف. care would you care to respond? would you care to respond يعني انه شخص يستجيب. تمام. الاكسرسايز السادس, اكسرسايز نمبر 6, بيتكلم على الفرق بين او هنا بنتكلم على الفرق بين بعض المودل فيربس. والمودل فيربس هي كلمات لها طبيعه خاصه, لها معنى خاص. من المودل فيربس المشهوره may might وcan could. الاكسرسايز ده بسيط, اللي في صفحه 108 ل 109. هو عايز نغير الجمل من الموجوده بكان وكود بماي ومايت. طبعا هنغير كود بمايت وماي كود بمايت وكان بماي. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ الاكسرسايز ده بيستهدف انه يعلمك السطر ده بس, ان مايت وكود ار مور هيزيتنت ان تون ذان ماي اند كان. ان مايت وكود نسبه التاكيد فيهم او نسبه التوكيد فيهم اقل من ماي وكان, فماي وكان نسبه التوكيد فيهم أعلى بكتير. زي ممكن تقول you can go home, you may go home, I think you could, as tomorrow is Saturday. نفس الفكرة, ما تشيل could وتحط might أو تشيل can وتحط may. الفكرة كلها إن might و could more hesitant, يعني أنت فيهم فكرة الشك أو فكرة التردد أكتر من may و can. ولو بتتكلم على استنتاج فmay و can طبعا أعلى بكتير من could و might. وبالترتيب كده may can could might, ده الترتيب بتاعهم في الاستنتاج. هنا طبعا بنتكلم على التردد. ان شاء الله المره الجايه او المحاضره الجايه نكمل بقيه الاكسرسايز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.